السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في تحليل جديد اليوم الثلاثاء موافق لعشرة فبراير 2009. بنظرة سريعة على التحليل السابق نلاحظ أنه قد حافظت كل الأسواق على نفس السيناريو المحدد لها بخلاف سوق دبي الذي اتجه إلى النزول بعدما تم الإشارة في الأمس إلى أن اتجاهه العام هو صعود بعد كسره للجدار العلوي للوتد النازل. بالنسبة للمتوقع اليوم الغد وبالنسبة لأبو ظبي حافظ على نفس السيناريو وهو اتجاه صعودا في إطار اتجاه صعودا إلى منطقة المقاومة الأولى عند 2260 بعد كسره للترند النازل، لكن لحد الآن لا يمكن تحديد هل هذا الصعود هو صعود رئيسي في إطار موجة ثالثة من موجة دافعة أو أنه مجرد صعود تصحيحي. لذلك من الأفضل الأخذ بمنطقة المقاومة الأولى كهدف أول. بالنسبة لسوق دبي وبعد الإشارة بالأمس إلى أنه قد تم كسر الجدار العلوي للوتد النازل، نشاهد أنه اليوم قد اتجه إلى نزول ب 33 نقطة ونزول منذ افتتاح جلسة التداول. بالنسبة للمتوقع الآن فغير واضح وننتظر تداولة الغد لتحديد هل سيرتد إلى الأعلى أم سيواصل النزول، على أساس احتمالية أن يكون هذا النزول هو إعادة اختبار الترند ومن ثم الصعود. ذلك من الأفضل الانتظار. بالنسبة لسوق الأردن كذلك ما زال محافظ على نفس السيناريو وهو الاتجاه صعودا في إطار موجة تصحيحية ثانية بعد كسره للترند النازل وهو ما تم الإشارة إليه بالأمس. بالنسبة للمتوقع على الآن مواصلة الصعود حتى منطقة 2733 كهدف أول وهدف ثاني عند 2846 ومن ثم النزول من جديد على أساس أن النزول لم ينتهي بعد. بالنسبة لسوق البحرين وصل أنه اليوم قد وصل النزول ولو أنه نزول طفيف بخمس نقاط مع ملامسته لخط الفايبو 161.8 على أساس الموجة الأولى من الموجة المتعرجة. بالنسبة للمتوقع على الآن ما زال اتجاه نازل سريع المفعول وعدم وجود أي علامات للارتداد إلى فوق. بالنسبة للدوحة كذلك ما زال محافظ على اتجاه الصاعد إلى خط 2050 وهو الذي يمثل هدف الموجة الرابعة من الموجة الدافعة ومن ثم النزول من جديد. بالنسبة لكيس 30 مؤشر سوق مصر كذلك ما زال محافظ على نفس السيناريو النزول حيث نزل اليوم ب 90 نقطة وما زال محافظ على الهدف عند خط 2061.8 الذي يعادل 3222. وأخيرا لدينا مؤشر العام لسوق الكويت كذلك ما زال محافظ على نفس النظرة والمتمثلة في النزول في إطار الموجة خامسة من موجة دافعة مع منطقة الهدف عند فايبو 261.8 التي تعادل كذلك منطقة 6360. هكذا نكون قد انتهينا من تحليل يوم الثلاثاء.